ان شاء الله احنا انا دكتور آسر، ومعانا طبعا الدكتوره بسنت الدكتوره سام اساتذه الرعايه المركزه اللي منورينا النهارده، وان شاء الله تتبسطوا ويبقى يوم ممتع وموفق ان شاء الله. ونبتدي مع الدكتوره بسنت تمتعنا باللي هتقوله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الميكانيكال فنتيليشن. أنا عارفة إن كتير مننا انترستد في الموضوع ده، الموضوع اللي هو يعني أي حد داخل الرعاية أهم حاجة عنده يعني إيه ميكانيكال فنتيليشن. قد تكون موضوع بالنسبة له إيه الجهاز المخيف ده، إيه الجهاز البعبع ده. فإحنا عايزين إن إحنا نسيمبلفاي الدنيا عشان الناس تبقى عارفة الجهاز المرعب ده في الآخر هو ولا حاجة، هو وظيفته بالنسبة لي إن هو يساعدني إن أنا اوصل بالعيان بتاعي البر الامان. فهنبتدي ان احنا نتكلم على بيسك بوينتس اللي عارفها ممكن يعني يزيد النولج بيها مره تانية، اللي مش عارفها اهو بيتعلم منها، وبعد كده ناخدكم ستيب باي ستيب لحد ما دكتور آسر طبعا يمتعنا بالحاجات الادفانسد. هنتكلم في مواضيع ان شاء الله ما تكونش سخيفه. احنا لما نيجي نتكلم على الميكانيكال فنتيليشن احب الاول نشوف حتت صغيره من الاناتومي وحتت من الفيسيولوجي علشان نبقى فاهمين هو ليه ان مفروض اعرفها وانا جايه افنتليت العيان بتاعي. بدايه children are not just small adults، يعني اللي اتعامل مع الكبار مش بالضرورة ان هو هيعرف يتعامل مع البيدياتريك ايج جروب ويقول هم الحجم صغير بس، لا الاناتومي مختلفة. نبتدي بالنوز. اوكي، في الاطفال الصغيرين it is responsible for 50% of the total airway resistance at all ages. In infants blockage of the nose equals respiratory distress. يعني لو لقينا حد عندنا في الطوارئ طفل صغير بيجي عنده برد مناخيره مسدوده، ف 50% من مشاكله بتبقى في مناخيره، لو سلكناها الدنيا هتبقى كويسه بالنسبه له لان هم obligate nose breathers. طيب التونج is large and loss of tone with sleep and sedation and CNS dysfunction و frequent cause of upper airway obstruction. التونج بتاع الاطفال relative to the oral cavity هو كبير، ولما بيناموا التون بتاعته بتقل وهو بيرجع ورا كده، فده يبقى liable to obstruction. الابيجلوتس relatively large in size, it's floppy and it's omega shaped. لو شفنا المنظر ده الابيجلوتس بتاع الانفنت ده شكله، ده التودلر it's omega shape وده الادلت. فبيكون soft، عشان كده لما اجي انتوبيت العيان بتاعي هتبقى عندي مشكله ان انا لازم ارفع الابيجلوتس باللارينجوسكوب علشان اعرف ادخل للايرويز بتاعتي او الفوكال كوردز. فانما في الكبار بدخل فوقيها حاجه اسمها الفيليكولا علشان ارفع الابيجلوتس، لان هي هارد في الكبار it is soft في الصغيرين. اللارينكس عندنا مشكلة في الانتوبيشن من الأول خالص في الأطفال الصغيرين، لأن الفوكال كوردز بتاعتهم أو اللارينكس بيكون اتس هاي إن ذا نيك، فأنا لازم أفتح رقبة العيان كويس أو أحطه في السنيفنج بوزيشن عشان أعرف أجيب منظر أو الفوكال كوردز. الإنفانتس بيكون عند سي 1، لما يبقى 6 مانس عند سي 3، وفي الأدلتس عند سي 5 أند 6. ده بيبقى واضح معانا لما بنيجي انتوبيت طفل كبير شوية، ما بعملش مجهود، مجرد ما بفتح الأورال كافيتي بلاقي الفوكال كوردز في وشي، إنما في الأطفال الصغيرين لا، لازم أبذل مجهود علشان الفوكال كوردز بتاعتي عالية. ده المنظر بيكون كده، ده في الكبار. أوكي، قريبة، لكن في الأطفال بتكون عالية. اللارينكس in children the narrowest point is in the cricoid cartilage. هو عنده restrictions من عنده anatomically بالcricoid cartilage. ترجمتها ان في الكبار الادلت بيكون cylindrical in shape، لكن في الاطفال بيكون بياخد الشكل funnel in shape اللي هو بيكون واسع من فوق وضيق من تحت. ده هيفرق معايا في حاجه، يفرق معايا لما نيجي انتوبيت العيان اللي هو صغير، ما اتغرش ان انا احط له انبوبه عشان عدت الفوكال كوردز كبيره وتخش تحت تعمل لي انجري لانها تحت ضيقه، ممكن تعدي الفوكال كوردز وما تعديش من الكرايكويد كارتليج، فخلي بالي وانا بانتوبيت العيان.
تاني حاجة ان الايرويز بتاعتهم صغيرة جدا. في الانفنت التراكية ممكن تكون 4 ملي، الادلت ممكن توصل ل8 ملي. احنا عندنا في القانون بتاع الفيزيكس بيقول ان لو واحد بس ملي ريزيستنس ايكوالز 1 تو ذا باور اوف 4، يعني لو واحد ملي بس دائد بالسكريشن بتمثل 16 مره ضعف ان انا هعمل اوبستراكشن للاير واي. دي الايديم في طفل صغير بيكون شكلها كده، قفلت الاير واي خالص، قللت الاير فلو 75%، لكن في الادلت قفلتها قللت 44%. التراكيه child trachea is much shorter than the adult. في البريماتشور انفنت التراكيه بتاعته 2 سنتي. A full term infant has a trachea diameter 3 ملي and compared to the adult اللي هي بتوصل ل 19 ل 22. فنخلي بالنا ان التراكيه diameter هي short وهي نارو، ما بلاش نستعفى على العيان بانبوبه اكبر من مقاسه ونقول ان هي عدت الفوكال كوردز بس هي جوه التراكيه صغيره، فبنلاقي العيانين دول بعد شويه عندي مشكله في الاكستوبيشن بتاعهم. The right main stem bronchus كمان عامل لي مشكلة، it's more vertical. فالأطفال الصغيرين هم عرضة للأسبريشن أكتر وعرضة إن أنا لما أحط أنبوبة إنها تسليب to the right side of to the right lung. ده شكل الـ newborn تراكية من 2 ل 4 ملي، لكن في الأدلت هي من 10 ل 15. بريفل ايرويز ينطبق عليها نفس الحكايه، انها عرضه للاوبستراكشن بيكوز ات سمول، يعني مجرد شويه سكريشن قفلوا لي الايرواي وزودوا لي ريزيستنس اكتر من الكبار بكتير. الطفل الصغير ما يستحملش شويه سكريشن، الكبير ممكن يستحملها، يبقى they are much more susceptible to obstruction. طيب يبقى عرفنا ان الانفنت از نوت جاست ا سمول ادلت، الاناتومي مختلفة. لما اجي انتوبيت اخلي بالي من الحاجات دي اللي موجودة واخلي بالي. ده بداية هنتكلم على الفنتيليشن، لازم نعدي على قصة ان انا هركب انبوبة ازاي. طب الفيزيولوجي اوف ريسبيريشن برضو مش هنحاول نخوض ديب انتو فيزيولوجي، هنتكلم على قشور كده. طيب بيدياتريك لونجز از مور كومبلاينت ذان ذا ادلت لونج and it contains as it contains less elastin and collagen making them liable to over distension. اوكي لونج شويه هواء بينفخوها اسرع من الاطفال، فهم يعني طبعا احنا عندنا فيري كومن ان الاطفال يفرقعوا بسهوله جدا لو ما خدتش بالي من البريشرز اللي انا بديها لهم. وسمولر ايرويز كرييت ماتش هاير ريزيستنس تو ذا بريدنج اند ليف less for reserve so exhalation is not totally passive. The airways بتاعتهم بتكون narrow و small than the adult. هو طبيعي ان في الاكسبيريشن الدايمتر بتاع الايرويز بتاعته هتضيق كمان فتعمل مور ريزيستنس، فده محتاج شويه عكس الادلت ان الاكزليشن بتاعنا بيكون باسيف، هو في شويه اكتيف بروسيس عنده. طيب الالفيولاي في الاناتومي مختلفه ازاي عن الادلت؟ ان في الادلت بيكون عندهم channels، اوكي في connections، those connections prevent the alveolar collapse. فلما حتى لما نتكلم شويه عن الفنتيليشن هنقول ان من لما بنطول الانسبيراتوري تايم بندي فرصه ان يحصل redistribution of gases علشان فيها الالفيولاي كلها مش واحده. لما بيحصل فيها باثولوجي شويه كويسين شويه مش كويسين، فبدي فرصه ان الكويسين يدوا شويه من الجاس اللي وصل لهم للي مش كويسين عشان الانتر كونكشن اللي ما بينهم ده اللي هو غالبا مش موجود قبل سنه لسنتين من عمر الاطفال، فعشان كده هم لايبل اكتر للكولابس. يعني الفيسيولوجي والاناتومي مضايقانا على الاخر في الفنتيليشن بتاعه. طيب الانفنت chest wall it is the infants are belly breathers، بياخدوا نفس عن طريق بطنهم. when they take a deep breath the chest expands a little and the abdomen moves a lot as the diaphragm descends. يبقى اهم حاجه اهم مصل عندهم في respiration هي الدايفرام، عشان كده هم معتمدين عليها بشكل كبير. اوكي ذا انفنت chest wall كمان عنده مشكله ان هو compliant لان هو البونز اللي فيها less ossified، فبيحصل ان هو بيريكويل، فلما بيريكويل ده بيعمل لي مشكله because of lack of rib cage ossification. And when the infant breathes against resistance the chest wall moves inward as the belly moves outward. دي اسمها ال paradoxical breathing او seesaw breathing. بلاقي المنظر ده بيحصل ان ال chest wall بتاعه compliant. اوكي
ولو في اوبستراكشن فوق اللي بيحصل ان الديافرام بينزل فبيحاول يفتح التراسيك كافيتي وهو بيحاول يفتحها بيكرييت مور نيجاتيف بريشر. تشيست وول بتاعهم في مشكله ان هو يعني كومبلاينت معايا فهيتشد هيبقى تاكت ان بالمنظر ده هيدخل لجوه البطن هتديستنت والتشيست وول هيرتراكت لجوه. This rocking chest wall motion ما بتساعدنيش كتير قوي في ان انا اكمل الورك بريدنج بتاعه بيكون عالي وكمان الديافرام ماسلز بتاعتهم المسل فايبرز ار فاتيجبل فبعد شويه بيسكتوا خالص ويبتدوا ويوصلوا الفاتيج فيري ايرلي فبيتعبوا ويدخلوا بعد ما هو حاول يعافر كده شويه على طول بيدخلوا في ابنيا وريسبيراتوري اسيدوسس. طيب اوكي الفنتيليشن هيز ذا موفمنت اوف اير انتو اند اوت اوف ذا لونج ده بسيطه هواء داخل خارج هو الفنتيليشن اوكي لكن الانسبيريشن بقى ذا نيجاتيف انترا بلورال بريشر جوز فروم اللي بيحصل في الانسبيريشن انترا بلورال بريشر ما رضيتش يعني اتوسع قوي في موضوع البريشرز ده انما اللي بيحصل الانترا بلورال بريشر بينزل من ماينس 7 لماينس 10 فالهواء بيتحرك ما فيش هواء بيتحرك غير لما يكون في فرق ديفرنس للبريشر ما بين المنطقتين فالمنطقه العاليه للمنطقه القليله فوق عند الايرويز عند الماوث بتاعتي او الاوبننج بتاعي هو اتموسفيريك وتحت الانترا بلورال بريشر از نيجاتيف فالهواء بيدخل معايا في الانسبيريشن اوكي ده بيترانسميتد الانترا بلورال بريشر ده للالفيولار سبيس and the pulmonary artery becomes more negative relative to the atmosphere while the pressure at the mouth is still atmospheric this creates a pressure gradient and the air flows in okay الاكسبيريشن بيحصل العكس Okay, the muscles relax and the thoracic volume decreases to normal and the intrapleural pressure is back to the resting level of minus 5. Pressure in the alveolus now increases to positive 5 while pressure at the atmospheric pressure at the mouth is atmospheric فبيخلي pressure gradient بيخلي الهواء يطلع بره. طيب يبقى احنا كده قلنا يعني ايه فنتيليشن هوا داخل خارج والانسبيريشن بيحصل ازاي الاكسبيريشن بيحصل ازاي فاينلي انا بنعدي على الكلام ده بوينتس يا جماعه علشان ما نضيعش وقتكم نخش على موضوعنا اللي هو الفنتيليشن على طول قبل ما هنتكلم على الفنتيليشن برضو شويه ده الكيرف ده معروف عندنا اسمه ايه اكسجين ديسوسيشن كيرف الاكسجين ديسوسيشن كيرف طب انا جبته علشان ايه علشان نبقى عارفين ان عند الساتوريشن 100% البي او 2 بتاعتي 100% وليس بالضروره ان الاثنين هيفضلوا مع بعض ماشيين بهذا المستوى لما بلاقي الساتوريشن بتاعي بيوصل ل 90 اوكي البي او 2 بتاعتي بتوصل ل 60 اوكي شوف الفرق قد ايه لما الاقي الساتوريشن على المونيتور عندي 90 يعني لو سحبت عينه ارتيريال هلاقي البي او 2 بتاعته 60 فده معناها ان نخلي بالنا هو دخل في ريسبيراتوري فيلير فده مش ماشي مع ده بعد كده في الستيب بورشن ده بسرعه البي او 2 بتاعه هينزل بسرعه جدا اقل من 90 اي كانوت بريدكت البي او 2 بتاعه هيبقى شكله ايه في حاجه اسمها جاس اكستشينج اللي هو ادي الالفيولوس وصل له الهواء الريسبيريشن هو مش مشكله اللنج لوحدها كمان هو الهواء اللي وصل للنج ده لازم اوصله للتيشوز فوصل لها بلاد سبلاي فيها كابيلاريز الكابيلاريز دي هتجيب لها سي او 2 من السيركيوليشن وتدي فور جاس اكستشينج وتاخد الاكسجين من الالفيولوس وتدخله على البلد عندنا في حاجات برضو اسمها اناتوميكال ديد سبيس ممكن نتكلم عليها بعد كده اللي هي كل ريسبيراتوري سيستم مش داخل معايا في الموضوع عندي اير ويز كلها فنتليتد بس ما هياش برفيوزد فدي ما اقدرش اعتبرها انها داخله معايا في الفنتليشن فاسمها ديد سبيس يبقى هو الموضوع عباره عن فنتليشن وبرفيوجن يعني العيان شوكت هلاقي الساتوريشن بتاعه فيري لو هل معناها ان في عنده مشكله في اللنج مش بالضروره هو علشان يوصل للتيشوز لازم يكون في بلاد واصل لللنج لو البلاد مش واصل لللنج هيحصل فنتيليشن بيرفيوجن ميس ماتش والعيان ده هيبتدي يزرق مين اوكي الالفيول ده اسمه اناتوميكال ديد سبيس وات ذا الفيولر ديد سبيس الالفيولاس كلها مش كلها شغالة معايا حبة شغالين وحبة رستنج فمنهم اللي مش شغالين دول بسميهم dead space وصل لهم هوا بس ما هماش بشغالين معايا ما هماش perfused اوكي زي اللي بيحصل في عيان يكون مثلا زي collapse
او توتال ديد سبيس هو الالفيولر والاناتوميكال ديد سبيس. فنتيليشن برفيوجن احنا قلنا ان كل عيان كل الفيولس وصل له هواء لازم اللي هو فنتيليشن لازم يبقى فيه برفيوجن. والديد سبيس هو فنتيليتد الفيولاي ذات ار نوت برفيوزد اند ذا شنت از برفيوز كابيلاري ذات ار نوت فنتيليتد. يعني لو انا عندي شويه الفيولاي نوت وركينج عندي بيكوز اوف نيمونيا بيكوز اوف اديما فهي مليانه ميه ما هي شغاله معايا خالص واصل لها كابيلاريز فهي برفيوز بات نوت فنتيليتد فده بيعمل لي حاجه اسمها شنت ليجن. اوكي فالفنتيليشن برفيوجن ميس ماتش ده لما بيحصل بيحصل معاها الهايبوكسيا. وفي شويه ايكويشنز كده دمها تقيل علشان تكالكيليت الشنت. انا بقول ان مشكله العيان بتاعي اللي هحطه على الفنتيليتر لو هو عنده مشكله في اللنج مشكلته ان هو هايبوكسيك او مشكلته ان هو ابتدى يبقى عنده شنت ليجن يعني الالفيولاي اللي موجوده دي ما فيهاش برفيوز وكل حاجه بس مش معايا في الجاس اكستشينج فحصل له فنتيليشن برفيوجن ميس ماتش. لو الشنت صغير النيزل اكسجين يحل له مشكلته وما نحتاجش ان احنا نحطه على ميكانيكال فنتيليشن. لكن لو الشنت ده كبير فده هيحتاج مني ان نوت الاكسجين لوحده مش هيحل المشكله هضطر احطه على فنتيليشن. دي ايكويشنز عشان اشوف بيها هاو باد هيز لونج از ممكن نعديها. بنحسب الاي اي ديفيوجن جريد او فنتيليشن جريدينت علشان اشوف الفرق ما بين الالفيولر بريشر والارتيريال بريشر واشوف فرق ما بينهم قد ايه ولو في فرق بينهم كبير فده معناها ان الشنط كبير. في حاجه اسمها اوكسجينيشن اندكس سمعتوا عنه اكيد ده برضو من الحاجات الفيري كومن ان احنا بنحسب بيها الانديسز بتاعت العيان اللي على ميكانيكال فنتيليشن. بجيب المين ايرواي بريشر في الاف اي او 2 في ال 100 بقسمه على بي او 2 فيطلع لي الاكسجينيشن اندكس بتاع العيان بيطلع لي رقم هو اقل من 5 يبقى كويس اكتر من 40 ده انديكيشن ان هو يعني في فرق برضو عندنا ما بين عيان هايبوكسيميك وعيان هايبوكسيك. العيان الهايبوكسيميك لو سحبت له بلاد سامبل البي او 2 بتاعته هلاقيها اقل من 80 وليس بالضروره العيان الهايبوكسيميك يكون عيان هايبوكسيك بمعنى انا صلحت له مشكله. النورمال ان انا ببريد اكسجين اللي في الهواء اللي احنا بنتنفسه دلوقتي هو كام؟ هو 21%. ولو سحبت ارتيريال سامبل من اي حد عنده اللنج سليمه هيبقى قدها كم مره؟ حوالي 5 مرات يبقى اضربها في 5 يبقى حوالي 100. اوكي طيب يعني انا لو حطيته على اف اي او 2 40 اضربها هي كمان في 5 يبقى المفروض يديني 200 ده النورمال في اي حد. لكن العيان الديزيز مش ده اللي بيحصل. انا بحطه على اكسجين 40 50 60 علشان اخلي البي او 2 بتاعته تعلى فوق ال 80 عشان ازيحه من موضوع القصه ان احنا بقينا هايبوكسيك علشان اللي يوصل للتيشوز في الاخر من الاكسجين ما يدخلهوش في هايبوكسيا. اوكي لما يبقى هايبوكسيميك يعني البي او 2 بتاعه قليل وابتدى يبقى هايبوكسيك يعني التشو برفيوجن بتاعته كمان قليله فالعيان ده يبتدي سيمتوماتايز والاقي اللاكتيت بتاعه عالي والدنيا ما بتبقاش لطيفه. سمعنا عن بيدياتريك اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ودي اخر كرايتيريا الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. الكرايتيريا اللي حاطينها ان هو all patient excluding the perinatal related lung disease يعني العيان النيونات ما بيكونش معانا في القصه والانست within 7 days of clinical insult ويكون سببه respiratory ما هواش cardiac وchest x-ray فيها new infiltrates. وبعدين حطوا لي العيان على ميكانيكال فنتيليشن بنقيس الاكسجينيشن اندكس بتاعه قسمناها مايل مودريت سيفير وحاجه اسمها اكسجين ساتوريشن اندكس. طيب الاكسجين ساتوريشن اندكس ده يعني احنا خدنا الاكسجينيشن اندكس ان هو بيحسب الماب في الاف اي 2 في ال 100 وبيقسمه على البي او 2 فيعني هم يعني لاقيين في الاطفال هم ناس برضو يعني في حياتهم هم متعاملين مع الواقع. هو انا مش كل شويه هسحب عينه ارتيريال من الطفل علشان اقيس البي او 2 بتاعه علشان احقق له المعادله واحطه على المعادله واشوف الاكسجينيشن اندكس بتاعه عامل ايه. طب انا اعمل ايه؟ استبدلوا البي او 2 بتاعته بالاكسجين ساتوريشن فعملوا حاجه اسمها ترندنج اكسجينيشن.
يعني ايه؟ يعني احطه على ترند، اشوف الترند عامل ايه. الساتوريشن عندي طول الوقت على المونيتور، الاف اي 2 عندي طول الوقت على الفنتليتر، فسهل ان انا احسب بدل بي اف ريشيو اللي هي بي او 2 على الاف اي 2 احسب الساتوريشن الاف اي 2 ريشيو. اتس نون انفيسيف طبعا، مش اضطر ان انا اسحب عينه ارتيريال. ودي بالظبط شبه الاكسجينيشن اندكس اللي هي الاكسجين ساتوريشن اندكس، بس بدل البي او 2 اللي تحت هشيلها واحط الساتوريشن. في الاخر بنوصل ان هو لو مايلد مفروض لو بصينا تحت هنا الاكسجين ساتوريشن اندكس اقل من 5، ما بين 5 لـ 7.5، ولو مودريت هيبقى ما بين 7.5 لـ 12.5 تقريبا، ولو سيفير اكتر من 12.3. لو حسبتوها هتلاقي هي دي الارقام اللي باخدها لو انا قلبت البي او 2 للساتوريشن. يبقى لو اول مره العيان على فنتليتر وعايزه احسب له الموضوع اكيوريت، اسحب عينه ارتيريال علشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي. طب انا عايزه افولو اب العيان بتاعي ومش بالضروره انا كل شويه اسحب له عينه ارتيريال، فانا بعمل له تريندنج اشوف بالاكسجين ساتوريشن اندكس الدنيا ماشيه ازاي عندي. اوكي، وده الرقم 264 بيبقى هو ده اللي كورليتنج مع البي او 2 الاف اي 2 264. اوكي طيب، داخلين اهو ناحيه الفنتليتر، ننفض شويه اللي احنا قلناه. خلاص احنا خدنا شويه كلام بسيط على الاناتومي وعلى الفيسيولوجي وازاي احسب الانديسز بتاع العيان اللي على فنتليتر. ممكن الانديسز دي نحسبها يعني لو حد عنده موبايل اب ودخل عليه اي ميديكال اب ودخل الارقام اللي عنده على الفنتليتر هيطلع له الانديسز دي اللي فيها الميديكال كالكوليتر، تطلع له الانديسز دي ويقول لك معناها ايه. ده لو احنا مش عايزين نشغل مخنا ونقعد نحفظها، فدي ما بقتش صعبه ان انا احسبها عشان اعرف هاو هايبوكسيك اند هاو تو كالكوليت الشنط اللي عند العيان. طيب وصلنا لحاجه اسمها كومبلاينس. وات از كومبلاينس؟ ات از ذا ريليتيف ايز وذ ويتش ا ستراكشر ديستنس. اوكي، هو اللونج دي عباره عن بالونه عايز اشوفها بتستند معايا ازاي. The term compliance describe the elastic forces that opposes lung inflation. Normally in the lung لما بسيبها في resting condition هي في elastic forces عايزه ترجعها تاني تريكويل على نفسها، فالكومبلاينس هو عكس الالاستنس بتاعها. وده المعادله دي بتقول ان هو الكومبلاينس هو تشينج ان فوليوم على تشينج ان بريشر. كويس، خلي المعادلة دي في دماغكم لأنها بعد كده في كل المودز اوف فنتليشن هنستعملها كتير. إن أنا العيان كويس الكومبلاينس بتاع اللنج هتبقى كويسة، العيان اللنج ابتدت تبقى أسوأ بسبب نمونيا مثلا ARDS pulmonary edema هلاقي الكومبلاينس ابتدت تقل. فلما اللنج بتاعتي دي تبقى مش حلوة تبقى ستيف، فالستيف دوت الستيف لنج از لايك بالونة جديدة عايزين ننفخها، فهي بتحاول انها تريزيست معايا. هتحتاج بريشر قد ايه علشان افتحها؟ بريشر عالي، لكن بعد شويه البالونه دي لما تبقى ادمت بقى بتفتح بكل سهوله وتبقى مور كومبلاينت معايا. فالاول لما تبقى اللونج ستيف هتحتاج مني بريشرز عاليه علشان افتحها، ولما هتحتاج بريشرز عاليه يا دوبك هعرف املاها بفوليوم صغير. كل ما اللونج تبقى اسوأ كل ما هحتاج بريشرز عالي ورغم ذلك مش هتملاها. ففي حاجه عاملينها حاجه اسمها الكونسبت بتاع بيبي لونج. يعني ايه بيبي لونج؟ يعني اللونج الديزيز دي ديت ده الكلام ده ينطبق على اطفال وصغيرين، هي ستيف مهما ننفخ فيها هو ده اخرها، هي مش هتنفخ اكتر من كده، التايدال فوليوم اللي فيها صغير، فما تحاولش تنفخ حاجه اكتر من اللي هي هتستوعبه، لا ده اخرها في التايدال فوليوم. اوكي، احنا بنتكلم هنا على conventional mechanical ventilation، يعني هو ليه حدود، بعد ما يعدي هذه الحدود في other methods نتعامل معاها، لكن ده آخره. اللونج لو هي مش عارفة أنفخها وخلاص الموضوع بقى severe enough يبقى ملهاش حل غير إن احنا نقلب على يا إما high frequency يا إما الإكمو. طيب النورمال كومبلاينس هي 0.1 لتر بالسنتيمتر ووتر. أوكي، دي هنستعملها عشان لما نيجي نتكلم على الويننج نشوف هل الكومبلاينس دي مناسبه للعيان بتاعنا ولا مش مناسبه للعيان، وايه الرقم اللي ممكن اشيل العيان من عليه. It changes in the conditions of the lung or the chest wall or both affect total respiratory system compliance and pressure required to inflate the lungs. يبقى هل انا بتكلم على كومبلاينس بتاع اللنج لوحدها؟ لا، انا بتكلم على كومبلاينس بتاع الشيست وول واللي حواليها لان دي داخله معايا في الموضوع. اوكي، الديزيز ذات ريدوس ذا كومبلاينس اوف ذا لنج انكريس ذا بريشر ريكوايرد تو انفليت ذا لنج. زي ما احنا قلنا لو الكومبلاينس قلت هحتاج بريشر عالي عشان انفخ اللنج.
diseases that increase the compliance of the lung disease, the COPD or emphysema, decreases the pressure required to inflate the lung. ليه بنقول الفرق ما بين الكومبلاينس بتاع اللونج والفرق ما بين الكومبلاينس بتاع اللي حواليها؟ ممكن يكون عيان ده عنده اسايتس مثلا، الاسايتس ده هيقلل لي الكومبلاينس، بس اللونج كويسه ما فيهاش مشكله، بس التيشوز اللي حواليها هي مش كومبلاينت معانا، فما بيحصلش لونج ديستنشن. او التشست وول، لو حد عنده مشكله في التشست وول، عامل عمليه وعاملين له بانديج جامد، هو مش عارف يفتح صدره، فهو التشست وول بتاعي مش كومبلاينت، مش عارف ينفليت ذا لونج، او هو عنده مشكله ثانيه مثلا ستيف تشست وول لاي سبب من الاسباب، فالكومبلاينس بتاع التشست وول والكومبلاينس بتاع الابدومين مهمه. يعني لو العيان عنده ديستريس اسايتس ممكن يدخل في ريسبيراتوري فيلير لوحده. الاسايتس ده الديافرام، واحنا بنقول ان هو الانفنت هم ابدومينال بريدرز، الديافرام مش عارف ينزل، التشست مش بي اكسباند، مش هقدر اعمل له حاجه اساعده غير ان انا اسبورت بميكانيكال فنتيليشن حتى لو كانت اللنج بتاعته كويسه، لكن التشست وول مش كويس، الابدومين مش كويس. وات از استاتيك كومبلاينس؟ Total static compliance is the pressure to overcome the elastic forces of the respiratory system for a given tidal volume under zero flow. معنى ايه؟ يعني انا عايزة eliminate كل الفورسز اللي شغالة معايا لما انا باجي انفخ عشان افتح اللونج دي. هي ما هياش القصة في اللونج بس هفتحها، احنا قلنا compliance بتاع الستركتشرز اللي حواليها والايرويز اللي معايا. لو انا عندي ايرواي فيها مشكلة يبقى البريشر اللي انا بنفخ فيه ده هي اوفركم، محتاجاه علشان يوفركم الريزيستنس بتاع الاير واي. انا كل ده ما فتحتش اللنج، انا بحاول اوفركم الريزيستنس بتاع التيشوز اللي حواليها واوصل افتح اللنج. اوكي، فده الاستاتيك كومبلاينس، ان انا عايزه اجيب الكومبلاينس بس بتاع الالفيولر سيستم واشيل منه الحاجات التانية. اوكي، اندر زيرو فلو ده بقيسه، لما نيجي نقيسه بحاجه بالكيرف ده، حاجه اسمها البلاتو بريشر، هناخدها بعدين او خلينا ماشيين دلوقتي في الحته دي. يبقى الاستاتيك كومبلاينس دي بعملها، هي قد تكون يعني مش في الـ في في, الـ في حياتنا ممكن ما نلاقيهاش كتير، بنتعامل اكتر بالديناميك كومبلاينس لان العيان بيكون فايق معايا، فانا ممكن اوصل لمرحله ان انا اوفركم الريزيستنس دي، ممكن ان انا اوصله للسيديشن او احطه للسيديشن، او ان انا بعمل حاجه اسمها انسبيراتوري بوز علشان اقدر اجيب الكلام ده، نمشي بعدين ونقولها. اوكي، الديناميك كومبلاينس، التوتال ديناميك كومبلاينس ديسكرايب ذا كومبوننتس اوف ذا توتال لنج اور ذا برينكمال كومبلاينس بلس ذا بريشر ريكوايرد تو اوفركم ذا اير واي ريزيستنس تو ديليفري اوف ذا ان ذا ديليفري اوف تايدال فوليوم. ديناميك كومبلاينس داس ريفلكت ذا ريزيستيف اند ذا الاستيك بروبرتيز اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. يبقى ده الفرق بين الاستاتيك والديناميك. اللي هنلاقيها عندنا على المونيتورز معظمها هنلاقيها دايناميك او الفنتليتر، يعني انها دايناميك كومبلاينس. لو انا حبيت اجيب الاستاتيك كومبلاينس ان هو لازم اخليها ان كونديشن اوف زيرو فلو، ان انا لازم ادوس على زرار عندنا كده اسمه انسبيراتوري بوز علشان اقدر اجيب منه الاستاتيك كومبلاينس. طيب وات از ريزيستنس؟ ريزيستنس اللي هي بريشر على الفلو، دي المعادله بتاعتها. نورمالي في الانتوبيتد بيشن بتبقى حوالي 5 تو 7 سنتيمتر ووتر بالليتر بير سكند. اوكي، اند فاكتورز افكتنج ذا ريزيستنس. طب ايه اللي بيعلي الريزيستنس؟ لو انا عايز اعرف ايه اللي بيعلي الريزيستنس ابص للمعادله دي. يعني لو انا اديت بريشر اوكي واديت فلو، هل الفلو بالمعادله دي بيقول لي الفلو ايه؟ انفرسلي بروبورشن ولا دايركتلي بروبورشن للريزيستنس؟ inversely proportional resistance. البريشر directly proportional resistance. اوكي، هقيسها ازاي؟ هقيسها ان انا لو انا عايزه اقيسها الحته بتاع الريزيستنس في الكيرف، ابص على الحته بتاعه البلاتو. اوكي، البلاتو بريشر دي هي الحته بتاعه الريزيستنس، اللي هي ايه في البريشر اللي هي هناخدها، الفرق ما بين بي اي بي وبلاتو، هي الحته دي بتاع الريزيستنس، واقسمها على الفلو يقوم طلع لي الريزيستنس بتاعه. طبعا الريزيستنس بتبقى عاليه كل ما بصغر الدايمتر بتاع الايرويز بتاعتي او الاندوتراكيال تيوب. ادد عليها ان ممكن تكون الدنيا زي الفل في العيان، بس المشكله في الكونكشن بتاع العيان هو اللي فيه مشكله. بمعنى ممكن تكون الانبوبه مسدوده
اي كونكشن ناحيه الفنتليتور يكون فيه مشكله، يعني الاكسبيراتوري فالف بتاع الفنتليتور فيه مشكله، او يكون محطوط له بكتيريال فلتر ومسدود، اي حاجه تزود لي ريزيستنس، او تكون انا مديها بريشرز عالي و سيركتس بتاعه الجهاز تكون صغيره، كل ده يعلي الريزيستنس بتاع الجهاز بتاع البيشنت. طب لو زاد الريزيستنس هيضايقني في حاجه؟ هيضايقني، انا محتاجه ان انا محتاجه ان انا اوفر كام ريزيستنس، يعني جزء من الهواء اللي انا بنفخ بيه هيضيع، مش في فتح اللنج ده، هيضيع ان هو اوفر كام ريزيستنس وبيضيع الايفورت، يعني اللي يوصل للعيان حبه صغيرين في الاخر يقوم يديله تايدال فوليوم في الاخر صغير، فالعيان ما استفادش بحاجه، يبقى اي ام فنتليتنج السيركتس اند نوت فنتليتنج ذا بيشنت، اوكي، وده مش مطلوب مني. With higher airway resistance, more of the pressure or the breathing goes to the airways and not to the alveoli. Consequently, a smaller volume of gas is available for gas exchange. ودي نرجع برضو لنفس الرسمة بتاعتنا، نقول ان هو لو حصل obstruction, if you add 1 mil for circumference edema, هيقلل لك cross-sectional area اكتر من 75%. احنا بنتعامل مع اطفال صغيرين، لو شوية secretion صغيرة قفلت انبوبة 3 ملي، ده معناها ان اكتر من 75% blood flow, الجاس flow قلل العيان، يبقى انا كده ما بعملوش حاجة. نسكشن كويس الانبوبه، نفتح الاندوتراكيال تيوب بتاعته، وبعدين ارجع ري اسس العيان، ما يكونش ايدينا اول حاجه ان انا اعلى بالبريشر واعلى بالريت، افصل العيان من على الجهاز واشوف ايه المشكله، قد يكون المشكله في العيان، قد يكون المشكله في الانبوبه، قد يكون المشكله في الدليفري سيستم بتاعي هو اللي فيه مشكله. ماشي، اوكي، احنا كده اتكلمنا على البيسكس اللي هي الكومبلاينس والريزيستنس والفيسيولوجي والاناتومي. طيب امتى بحط العيان على ميكانيكال فنتليشن؟ العيان بيتحط على ميكانيكال فنتليشن لو انا قلت ان الشنت ليجن اللي عندي، يعني الالفيلاي، ابتدى الاكسجين لوحده ما يحسنليش الشنت ليجن، يعني ما فتحهاش كويس، فعيان عنده هايبوكسيميا، لو عيان عنده العيان عنده هايبوكسيا، او العيان عنده سي او 2 ريتينشن اللي هو هايبو فنتليتنج، زي اي عيان مثلا عنده سي ان اس ليجن مش عارف ياخد نفسه، انتوكسيكيتد، هيتروما، ابنيك، فانا بحطه علشان يستفيد بالفنتليتر، علشان انا محتاجه ريد. طيب هو ده الجهاز البعبع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الميكانيكال فنتليتر. طب هل هو بعبع؟ في الحقيقه هو مش بعبع خالص، يعني هو مطلوب من الجهاز ان هو يريح نفس العيان، فمطلوب مننا احنا كمان ان احنا نمشي ورا العيان ما نمشيش ورا الجهاز، يعني كل ما الدنيا بتتقدم في الفنتليتر كل ما بتحاول انها تؤداب تو ذا بيشنت بريدنج علشان ترجع له الفيسيولوجي بتاعته، لان انا نورمالي انا بقول بتنفس بنيجاتيف بريشر، اوكي، يعني تحت النيجاتيف والاتموسفيريك بيبقى اعلى فالهواء بفلو ان، انما في الميكانيكال فنتليتر انا بعمل اللي هو يا نيجاتيف يا بوزيتيف فنتليتر، ميكانيكال فنتليتر اللي احنا بنستعملهم عندنا هم بوزيتيف ميكانيكال فنتليتر، ان انا ببوش الهواء للعيان، اتس اجينست هيز فيسيولوجي، ان النورمال انها بتبول، اي ام بوشينج بالميكانيكال فنتليشن. طيب زمان كان في حاجه اسمها نيجاتيف بريشر فنتليشن، اكيد كلكم شفتوا الصور اللي موجوده ديت اللي هو ايام البوليو ابيديميك، بيدخلوا العيان كده في بتاع كده بوكس حواليها نيجاتيف بريشر بتقوم فارده اللونج، اوكي. هل النيجاتيف بريشر فنتليتورز دي مش موجوده في حياتنا دلوقتي؟ هي موجوده، وبيحاولوا كمان ان هم يرجعوا النيجاتيف بريشر فنتليشن على اساس انها ماشيه مع الفيسيولوجي بتاعنا اكتر من البوزيتيف بريشر فنتليشن، اوكي. احنا قلنا انها قد تكون positive or negative pressure ventilation. طيب الفنتليتر نفسه بيشتغل ازاي؟ هو ممكن يكون pneumatically powered، يعني انا بوصله ليه مخرجين الاكسجين والهواء بحطهم مع بعض، فده يبقى اسمه pneumatically powered. It uses gas pressure to power the ventilator. زي الجهاز اللي هو ده اللي هو في عربيات الاسعاف ممكن تلاقوه، او تلاقوه اللي هو فنتليتر زمان اللي كان بيشتغل على فنتليتر زمان ما كانش فيها اي ديسبلايز، فده اللي هو النوماتيكالي باورد.
دلوقتي بقى شغال بمايكرو بروسيسور، يعني في اجهزه كمبيوتر. ده بقت فرقه معايا ان هي ريسبونسبل، ده النوماتيك سيستم اللي احنا بنقول ان هو بياخد روم اير وبياخد اكسجين 100% ويميكس مع بعض ويطلع لي منها FiO2 على حسب ما انا عايزه للعيان. وفي الاكسليشن بتاع العيان جاس فلو ثرو ذا اكسبيراتوري ليم، وبيطلع الهواء من اكسبيراتوري فالف بيقوم مخرجه لبره على الاتموسفير. The exhalation valve closes during inspiration and responsible for the PEEP. Okay. التاني microprocessor بقى ليه فايدة، اللي هو بيlimit أو بيشوف الflow of the of information of the monitoring system of the ventilator. قلت لكم إن إحنا كنا بنقول من الأول خلي بالكم المعادلة اللي هي the compliance equal change in volume على change in pressure. Okay. فأنا بختار اي مود في الفنتليتر، زي مثلا هختار حاجه اسمها فوليوم كنترول او بريشر كنترول. هو الجهاز مزود بكمبيوتر عشان يحسب لي جوه الكمبيوتيشن بتاعه ده هو قايس لي الكومبلاينس بتاعه العيان عامله ايه، ولان هو قايس لي التايدال فوليوم، شاف الاكسباير تايدال فوليوم بالفلو فالف بتاعه قاس لي هو قد ايه العيان خرج هواء فحسبها لي. انا مدياله بريشر، زي مثلا حطيت عيان على بريشر 15، انا ما اعرفش البريشر اللي انا نفخته بيه ده هيدليفر قد ايه تايدال فوليوم للعيان. فاينل انا مش عايزه اديله بريشر، انا عايزه اديله هواء، عايزه اديله فوليوم. فاللي بيقيس لي قد ايه الاكسباير تايدال فوليوم بياخد الفيدباك من العيان ويقوم عاملها لي على شكل الجرافيكس اللطيفه اللي احنا بنشوفها دي والديسبلايز والحاجات دي كلها. هو الاجهزه دلوقتي اللي فيها مايكرو بروسيسور، وفي الاخر بيديني برضو الارم، انا بظبط الالارم. يعني لو هو العيان عنده بظبط مثلا عيان على بريشر فنتليشن وانا مش عايزه التايدال فوليوم يعلى على رقم معين او يقل على رقم معين، انا نورمالي مفروض التايدال فوليوم بتاعنا كادلت بيخش لنا في الثانيه دي، حد يعرف التايدال فوليوم اللي هو ان اوت ان اوت اللي هو البريدنج العادي بتاعنا 500 ل 600، ده النورمال. اوكي. في الاطفال احنا ما عندناش رقم فيكس لانه كله هيبقى according to his size، فهيبقى تقريبا 8 مل بر كي جي هو التايدال فوليوم بتاع العيانين نورمالي، بيكون حوالي كده ده اكتر حاجه. فلو مثلا عيل عنده 10 كيلو فانا اكسبكتنج ان النورمال بتاعه يكون زي اقل حاجه 5 اكتر حاجه 8، يبقى من 50 ل 80 هو التايدال فوليوم بتاعه اللي المفروض هنشتغل عليه. طيب انا بديله بريشر، يبقى انا عايزه التايدال فوليوم، هل انا عايزه الفوليوم اللي جواه يزيد؟ مش عايزاه يزيد عن النورمال عشان هيعمل لي حاجه اسمها فوليوتروما، واحنا عارفين ان الالفيولاي بتاعته في عنده مشكله، احنا قايلين من الاول انها لايبل تو اوفر ديستنشن ويفرقع بسرعه، فما تنفخش الالفيولاي اكتر من المفروض انها تتملي بيه، ده التايدال فوليوم. او مش عايزاه يقل عن اقل رقم هو 5 مل بر كي جي اللي هو 50، فانا اقول له لو بريشر او لو فوليوم الارم انه ما يقلش عن 50، سواء زاد او قل هيبتدي الالارم ده يشتغل. مين اداني الفيدباك ده كله؟ هو المايكرو بروسيسور. زمان احنا كنا بنسمي الجهاز اللي بنحط عليه العيان وما نعرفش اي حاجه ربنا معاه، بقى احنا بننفخ وخلاص ما نعرفش جوه العيان في ايه، كنا بنسميها منافله اللي هو ايه، ننفخ الفنتليتر يشتغل، نفخ العيان بقى الله اعلم بقى في ايه جوه، يعني فوليوم عامل ايه ما اعرفش، الجرافيكس شكلها ايه ما اعرفش، اي حاجه بقى تحصل في العيان احنا في الضياع، يعني في حته ضلمه خالص. فحطينا المونيتورنج سيستم وحطينا الالارمز which notify clinicians when set parameters have been breached and data analysis which displays which may be digital or graphical. زي المناظر اللطيفه اللي احنا بنشوفها كده، ويقعد يديني كل حاجه وارقام وجرافيكس حاجه هايله، يعني اللي اكيد يعني اللي معاش فتره المنافله دي هيبقى، انا بالنسبه لي عشت عصر الفنتليترز اللي كانت شغاله في الضلمه دي، فانبهرت لما شفت الجرافيك دي كانت حاجه لطيفه يعني. طيب ندخل بقى على فنتليتر مودز، استيل عايزين نديسايفر او نفك شفره الفنتليتر العجيب ده هنتعامل معاه ازاي. احنا قلنا ان هو شغال بكمبيوتر دلوقتي اللي موجود، وان هو بيساعدنا كتير ان انا اوصل للديسيجن في العيان، لان هو بدي حاجه يديني فيدباك، ادي حاجه يديني فيدباك بتاعها، فانا دايما اورينتد بايه مشكله العيان.
المشكلة عندي أنا إن أنا لازم أتعرف على القرايات اللي هو مكتوبة دي النورمال بتاعها، ولما دكتور آسر هيشرح لنا جرافيكس يبقى الجرافيكس دي مرسومة في وشنا كده وفي عينينا، يبقى عيني على جرافيك على طول أعرف إيه مشكلة العيان، يبقى جرافيك تديني المشكلة فين، وكتابات وديسبلاي وداتا ديسبلاي تقول لي الأرقام دي مظبوطة ولا مش مظبوطة، ولا أنا ماشية مع العيان إزاي، وأهم من كل ده عيني على العيان هي بص وتشوف الفنتليتر ده مستريح عليه العيان ولا لا. هو بالمناسبة برضو علشان الناس اللي بتلاقي العيان مش مستريح على الفنتليتر تقوم عاملة له الحركة الشهيرة ألا وهي أشله وهديه، أنا مش عايزة أشله وهديه علشان ألاقيه مستريح على الفنتليتر، يعني قللوا شوية من المصل باراليسيس، قللوا شوية من السيديشن، وساعدوا العيان ان هو يتنفس، وان انا اساعد العيان يمشي مع الفيسيولوجي، يعني الفنتليتر عايز يحس نفس العيان ما كتمش نفسه علشان اديله سيتنج تريح نفسه، مش ان انا اول ما يبتدي يتعب شوية وينهج، ما هو طبيعي هيتعب وينهج في الاول لحد ما يستل واعرف اظبط له السيتنج مع العلاقيه لحد ما نفسه يستريح. اول ما السيتنج اللي انا حطاها تمشي مع الفنتليت مع العيان كويس، العيان لوحده هيهدى. وي دو نوت نيد تو سيديت كل عيان على فنتليت، هو هدي خلاص اسيديت ليه، هيز نوت فايتنج ولا بيشد ولا بيعض ولا بيعمل اي حاجه فخلاص. انما مش كل عيان حطيته على فنتليتر بفايت او منيمه، فنخلي بالنا من الحته دي. والارمز ار ميد نوت تو بي سايلنسد، يعني اي حد عنده الارم يخلي باله، ده البيسكس اوف فنتليشن. قبل اي حاجه نعرفها ان شوف الالارم دي، الالارم از مينت تو هيلب مي، لما التمريض اللي جنب العيان يريح شويه، لما الدكتور يريح شويه، الالارم دي تقوم مصحياه وتخش على الوحده. شوفوا كده اعلى فوليوم عندكم في الالارم وخليها تصحي المستشفى كلها، عشان لما يدي الالارم يبقى احنا واخدين بالنا ان في مشكله. يبقى يعني انا عارفه ان في حاجات في الوحده كتيره بتدي الارمات، انفيوجن بتدي الارم، سيرنج بيدي الارم، سيرفو بيدي الارم، ماشي اوكي، بس الفنتليتر يدي الارم لا، يعني الفنتليتر يدي الارم يبقى في مشكله. قد تكون ان المشكله ان العيان فصل نفسه من على الجهاز او شد نفسه من على الجهاز او واتيفر ايه اللي حصل ومحدش واخد باله، واحنا مريحين العيان سيديتنج بارالايزنج العيان علشان نفسه يستريح، فهو استريح على الاخر، يعني الجهاز ريحه على الاخر واحنا كمان ريحناه استريح بصراحه يعني. طيب طب ازاي بقى الفنتليتر ده هيتعامل مع العيان؟ لازم الفنتليتر يبقى ماشي مع العيان، يحس نفس العيان اوكي، وبيدي بيدليفر البريث في مودز، ذا باترن اوف ذا هاو سبونتينيوس اند مانداتوري انفليشن ار ديليفرد تو ذا بيشنت. في عندنا نوعين من النفس، في سبونتينيوس وفي مانداتوري. سبونتينيوس العيان هياخده اوكي، واحنا الهدف بتاعنا ان احنا نسيب العيان يتنفس مع الجهاز والجهاز يساعده اوكي، مش ان احنا نكتم نفسه خالص والجهاز هو اللي يشتغل، ده اسمها الكنترول ميكانيكال فنتليشن، وانا مش عايزه ده يحصل. ممكن في الاول احتاجه اكيد، العيان بيبقى جاي فتيج، لو انفنت اللي خلاص بقى الدايفرام تعب على الاخر وعمل اقصى مجهود وتعب على الاخر، ريح العيان شويه لحد ما السيتنجز تظبط معايا وتدي الانتي بيوتكس بتاعتنا او تحلله مشكلته، فيرجع العيان يعني يسترد عافيته شويه. الكنترول فاريبلز ventilators control either the flow or the pressure during the inspiratory phase. The ventilator can only control flow or pressure at any time. خلاص؟ فهو العيان الفنتليتر بيشتغل يا control volume يا control pressure. طب في حاجة اسمها dual mode، الجهاز بيشتغلها بس هو ما يعرفش يشتغل الاثنين at the same time. هو بيشتغل واحدة ويصلح بعد شوية التانية، يوقف دي ويشغل التانية اللي هي dual mode. dual mode يعني يشتغل volume وcontrol اللي هي advanced mode of ventilation. طيب احنا معظمنا في الاطفال بنستخدم البريشر كنترول فنتليشن، ويبقى السؤال الشهير، هل البريشر كنترول هو اللي حلو ولا الفوليوم كنترول هو اللي حلو؟ مبدئيا مفيش اي ستاديز في الاطفال عارفه تقول لنا او تحلف هو مين فيهم اللي حلو، مفيش حاجه باورد عشان تقول مين فيهم كويس اوكي. لكن البريشر احنا بنحبه عشان خايفين من قصه ان اللنج بتأوفر ديستند بسرعه وان هو بيفرقع بسرعه، فانا عايزه احافظ عليه واديله بريشر اللي هو لو سمحت هو ده البريشر اللي انا حطاه، دو نوت اكسيد ذس بريشر اوكي. نرجع للمعادله الاولانيه، change الكومبلاينس ايكوال تشينج ان فوليوم على تشينج ان بريشر. طيب
لو العيان الكومبلاينس قلت وانا حاطه له بريشر، انا حاطه بريشر ومثبتاه ويف فورمز واليومين كونستنت، يعني تبقى كده على بعضها كونستنت وتبقى سكوير ويف فورم اللي هي تبقى كونستنت، يعني 15 اللونج حلوه اللونج وحشه هي 15 مش هتاخد غيرها. طب افرض ال 15 دي مش مريحاني، الكومبلاينس بقت اوحش، وال 15 اللي كانوا بينفخوا اللونج حبه دول ما بقوش انف، الكومبلاينس قلت، يبقى انا محتاجه اعلى البريشر ثانيه. طيب احنا عملنا له كنترول بالبريشر، هنا يجي دور مين؟ لو حد مركز قد ما نمشي هعرف منين ان الدنيا باظت عندي، ان البريشر ده مش مريحه، الالارمز اوكي، الفيدباك اللي جاي من الجهاز ان هو الفوليوم ابتدى يقل وان المينت فنتيليشن بتاعته ابتدت تقل، فخلي بالك البريشر ده مش مريحه. طبعا دي رينجمنت في العيان ككل بقى، ساتوريشن هيبتدي يقل وهيبتدي السي او 2 بتاعه يعلى، معنى ذلك ان السيتنج مش مريحه. مش عارفه انتوا شايفين الصوره ولا لا، ده هنا ده ويف فورم، ده بريشر وده فلو وده فوليوم اوكي. ده البريشر ويف فورم بيبقى شكلها عامل زي سكوير كده، العيان يكح ما يكحش، يعطس ما يعطسي، اي حاجه هو هي ده الرقم اللي هيوصل له، ماليش دعوه بالزياده، اي زياده تبقى فنتد تخرج بره الفالف يفتح ويخرج اي بريشر زياده، انا مش عايزه غير البريشر ده للعيان اللي بوصل عليه. ده الفلو فورم بتاعه، ويف فورم بتاعته بيبقى اسمها حاجه اسمها ديسيلريتنج فلو، بيبقى مع البريشر، لان تقريبا لو احنا بس مش عايزين نلخبط كلمه الفلو في النص اعتبروا الفلو هو الفوليوم اوكي، مع ان في فوليوم كيرف بس هو بريونيت تايم. فلو انا ثبتت البريشر علشان كده هو بريشر ويف فورم بتاعت سكوير، لكن الفلو ده هو فاريبل يعتمد على ايه؟ على ايه؟ على كومبلاينس بتاع العيان بلس ريزيستنس. فانا لو انا عندي بريشر يبقى اي كانوت كنترول الفوليوم، فوليوم كنترول فنتيليشن، الفوليوم كنترول ان انا بحط للعيان تايدال فوليوم، بس انا ما اعرفش التايدال فوليوم اللي انا حطيته له ده مديله بريشر جوه اللونج قد ايه. نفس المعادله لو انا حاطه له تايدال فوليوم مثلا سي 8 سي سي بير كي جي وهو وزنه 10 كيلو، فديت له 80 مل، طب ال 80 مل دول عملوا له بريشر جوه قد ايه؟ لو اللونج كويسه هيبقوا ديليفرد باي لو بريشر، لو اللونج وحشه هيبقوا ديليفرد باي هاير بريشر، فالبريشر جواها هيعلى. نرجع تاني نقول دي فايده الالارم في الفوليوم فنتيليشن، اخلي بالي من البريشر ان اظبط الالارم يوم يقول لي ان البريشر عالي، وخلي بالك ان هو العيان كده لايبل ان هو يفرقع، عشان كده احنا بنحب في الاطفال نحط على بريشر فنتيليشن، وخصوصا لو هو سمولر ايج جروب ما بنحبش قوي نحط على فوليوم، بس احنا ممكن نستعمل. وكمان لو هو في ليك في السيركت وانا بحط الطفل وزنه 3 كيلو هحط له 24 مللي مثلا في التايدل فنتيليشن، طب ال 24 دول ان شاء الله ممكن يتسربوا من اي هيموديفاير ما قفلتوش كويس، فانا كده ما بثقش في التايدل فوليوم في طفل يكون صغير. كمان الاندوتراكيال تيوب بتاعتهم ما بتبقاش كافت، فممكن يحصل منها ليك، فبثق انا في البريشر اللي اديته ما بثقش في الفوليوم لان ممكن يكون لوست اوكي. يبقى ده الويف فورم بتاعته، ده البريشر ويف فورم، ما هياش بتكون سكوير اوكي، بسيب البريشر يعلى زي ما هو عايز، بيطلع معايا زي ما هو عايز يطلع لحد ما يشوف اخر حاجه عنده هو بتاع العيان مش انا اللي مظبطاه اوكي. ده الفلو ويف فورم هنا اللي بيكون كونستنت فبتكون سكوير، ادي الفوليوم ويف فورم تقريبا بتبقى المنظر ده ما فيهاش تغيير كتير. طيب بريث سيكونس العيان، انا عايز اعرف البريث سيكونس، هدي العيان سبونتينيوس ولا مانداتوري. هنا هيجي دور المودز اللي احنا دكتور اسر هيتكلم عليها، الانتر اكشن المودز مع العيان دي هيقولها كلها دكتور اسر. طيب الحته دي بس هنقولها علشان نكون فاهمين يعني ايه الكنترول فاريبلز. ادي النفس بتاع العيان اوكي، ده تريجر اوكي، ده الليميت، هنا السايكل، وهنا البيس لاين، بمعنى النفس محتاج يتريجر يبقى تريجرد اوكي. التريجر يبقى ده بكذا طريقه، اللي هيتريجر يا اما انا هحط تايم معين الفنتيليتي تريجر، الليميت بتاعي هيبقى يا اما بريشر يا اما فوليوم، والسايكل وات السايكلينج، سايكلينج يعني النفس اللي بديه خلص وباسنج انتو اكسبيريشن، البيس لاين هو اللي انا بقرر اللي هو الاكسبيريشن، عايز تدي زي ما هو ولا عايز تحط عليه بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، فدي الفاريبلز اللي انا بتكلم عليها. طيب
يبقى انا كفنتليتر هعتبر نفسي فنتليتر، اوكي؟ فعايز احس العيان، عايز اعرف العيان خد النفس امتى عشان احاول اساعده. قلت انا كفنتليتر وظيفتي ان انا عايزه احس العيان ده خد نفس عشان اقوم مدياله زقه كده هوت مع النفس بتاعه علشان احسن اداء اللنج بتاعته. فحاجه اسمها patient trigger breath اللي احنا كلنا الكل المودز هنمشي عليها او assess control انها هتمشي مع نفس العيان. المانداتوري يعني العيان قطع نفس او انا قررت ان انا اوفر باور نفسه هو فدي ريت اعلى من ريته هو عشان اسكته. طيب التريجر فاريبلز اللي عندي بريشر وفلو او يبقى تايم تريجر. بريشر تريجر اللي هو انا حسيت ان العيان دخل في انسبيريشن علشان ابتدى يحصل له، هعرف ازاي انه بدا انسبيريشن، نيجاتيف بريشر هيحصل فيه ديكلاين في البريشر فبحطه على بريشر بريشر تريجر، يعني غالبا من ماينس 5 لماينس 1 كده حسيت ان هو دخل في نيجاتيف فبيعمل نيجاتيف ديفليكشن. ده معناها ان العيان ابتدى ياخد نفس، فاول ما يحس بالنيجاتيف ديفليكشن ده الجهاز يبتدي يدي النفس. الفلو تريجر بيبقى الاجهزه موجود فيه حاجه اسمها فلو سنسور، هتلاقوه دايما كده عندكم الارم طالع الفلو سنسر بايظ، بتتجاهل هذا الالارم وتكمل حياتك عادي، مفيش حاجه مش مشكله، نسكت الالارم او نشيل الفلو سنسر اللي مضايقنا ده والموضوع خلص. طبعا هو الفلو سنسر ده عشان يظبط لي العيان ان الفلو تريجر بتاعه ان هو يحس ان العيان ابتدى ياخد نفس. هحس ان هو ابتدى ياخد نفس ازاي؟ اللي هو لو هوا حرك ترابه، يعني it should be that sensitive، بحرك ذر التراب هو ده معناها ان العيان ابتدى ياخد نفس، فيبتدي الجهاز يساعده بان هو يدي السيتنج اللي انا هحطها على الجهاز. اوكي طيب احنا في الاطفال بنفضل فلو ولا بريشر؟ فلو. يعني ليه بنفضل فلو؟ بنفضل فلو لان هو مش متعب للعيان قوي زي البريشر، اوكي؟ فاريح للعيان الصغير ان هو يتريجر بالفلو. ده البريشر تريجر، شايفين الحته اللي نازله تحت دي؟ الحته اللي نازله تحت دي معناها ان هو في نيجاتيف بريشر بيحاول ياخد نفسه. ده الفلو تريجر اللي هو في هواء داخل اهو فحس ان ده انسبيريشن فابتدى ايه ياخد نفسه، اوكي يتريجر. عندنا في حاجه اسمها نافا اللي اشتغل معانا في الاي سي يو يعرف النافا ده ان هو بقى اتس انذر ليفل اوف تريجرنج، ان انا بجيب بقى يعني انا لسه هقعد استنى العيان ياخد نفس، لا انا اجيب السيجنال من عند الدافرام نفسها. فبنحط حاجه كده زي نيزو جاستريك تيوب، والنيزو جاستريك تيوب ديت فيها الكترودز توصل تجيب الالكتريك سيجنالز بالدافرام وتبعتها للفنتليتور، من كده بقى ما يكونش فيها اي ديلي، وكده اضمن ان في بيرفكت حاجه اسمها سينكرونايزيشن مع الفنتليتور. انا عايزه العيان يسينكرونايز مع الفنتليتور ولا ديلي قد كده، مش عايزه يحصل اي ديلي. يعني هو الفنتليتور اول ما يشوف نفس العيان يبتدي يشتغل على طول، مش بعد ما العيان ها خد نفس ها الفنتليتور لا مش حاسس، لا مش حاسس لسه. ففين عقبال ما يشتغل يكون العيان قرب يخلص نفسه فالجهاز يشتغل، فساعتها بيعمل حاجه اسمها ستاكينج، يبقى العيان مش مستريح على الفنتليتور. في اسباب كتيره تخلي العيان مش مستريح، منها ان انا السينكرونايزيشن بتاعه مش حلو. طيب الليمت احنا قلنا يا بريشر، احنا قلناها يا بريشر يا فوليوم يا فلو. السايكلينج ايه اللي يخلي الجهاز يسايكل انتو اكسبيريشن؟ تايم سايكل بريدنج، ان انا حاطه له ست انسبيراتوري تايم بعدها بيسايكل انتو اكسبيريشن، او فلو سايكلينج سايكل بريدنج ده على عيان اللي هو بريشر سبورت، او بريشر اند فوليوم سايكل بريدنج. في بعض الفنتليتر العيان سايكلد، يعني ايه؟ يعني انا عندي في الفنتليتر لما العيان بيجي كح مثلا فالبريشر جوه عالي، طب انا حطاه على بريشر ليميت 15، الفنتليتور هيصرف ازاي في البريشر العالي؟ بيفنت هذا البريشر ويكمل نفسه عالي. في فنتليترز لا، لو هو كح هي ابورت البريدنج ده وخلاص النفس ده سايكلد انتو اكسبيريشن والنفس ده ضاع على العيان خلاص، فده ما بيبقاش حاجه كويسه لان هو كده ضيع على العيان تايدال فوليوم كان المفروض ياخده. اوكي البريشرز اللي احنا بنشتغل بيها حاجه اسمها بيس لاين بريشر، بيك بريشر، بلاتو بريشر. ده الكيرف اللي احنا بنشوفه، ده انسبيراتوري بريشر اهو بيفضل يعلى يعلى لحد ما يوصل هنا للبيك، ات از
بيك انسبيراتوري بريشر، اعلى بريشر عيان بيوصل ليه، ولما ينزل مش بينزل على زيرو بيس لاين، ده بينزل على بيب. هو انا المفروض اخليه زيرو علشان ده في الاكس في الاكسليشن المفروض ما يسيبش بريشر جوه، فانا بسيب له شويه بريشر ينفخه للالفيولاي. فلما بسيب له شويه بريشر ينفخه للالفيولاي بتزود الفانكشنال ريزيدوال كاباسيتي، بتحسن نفس العيان والجاس اكستشينج، فانا مش بخليه سايكل انتو زيرو، بخليه يسايكل انتو بيب في معظم الحالات يعني. اوكي، ده بقى البلاتو، ده البلاتو. يعني لو انا في العادي هيبقى النفس على عيان فوليوم فنتيليشن عامل كده مثلث من غير الكتف ده اللي موجود فيه، البريشر هسيبه يعلى زي ما يعلى وينزل ومفيش حاجه. طب ايه الكتف اللي ظهر لي ده، انا عملته ازاي؟ في بعض الفنتيليتر عندها حاجه اسمها انسبيراتوري بوز، او ممكن انا اعملها في بعض الفنتليتر ما عندهاش الجهاز ده، انا بدوس حاجه اسمها انسبيراتوري بوز. ايه الانسبيراتوري بوز؟ معنى ان هو بعد ما العيان خد نفس اعمل ايه، اسايكل انتو اكسبيريشن، لا خليك على هذا الوضع كده نص ثانيه لثانيه ونص، فبياخد نفس ويثبت. احنا كنا قلنا قبل كده ان في انتر كونكشن ما بين الالفيولاي، عملت ايه؟ سمحت ان يحصل جود جاس ديستريبيوشن، مش كل الالفيولاي بنفس السرعه، هناخدها لما نعرف يعني ايه تايم كونستانت في بعدها. فهلاقي ان التايم بديله البوز ده عشان اسمح بان يحصل جود جاس ديستريبيوشن. بس لما انا عملت الحركه دي ان انا نفخت الهواء وسبت شويه قبل ما يسايكل انتو اكسبيريشن، فراح عمل لي المنظر ده. ده انا قلت ساعتها ان انا علشان اقيس بيه البلاتو بريشر which is a good reflection of the alveolar pressure، بعد ما شلت كل الريزيستنس بتاع الاير ويز وكل اللي حواليها، فانا اكشولي لو عايز احسب حساباتي كلها تشينج ان فوليوم للتشينج ان بريشر ودرايفنج بريشر والحاجات دي كلها، يبقى البلاتو هو اللي بستخدمه مش البي اي بي هو اللي بستخدمه، عشان البي اي بي بيجيب كل البريشرز اللي انا استخدمتها علشان افتح اللنج، لكن اكشولي انا مش عايزه الحته دي، الحته النازله دي اللي هي ريزيستنس بتاعت الايروي اللي انا مش عايزاها، انا عايزه الالفيولاي بس، فانا هشتغل من اول هنا. اوكي، الاوقع ان انا اشتغل على البلاتو، وبعملها ازاي؟ قلنا ان انا بدوس انسبيراتوري بوز للزرار اللي موجود في الفنتليتر، بعملها وبشيل ايدي يعني مش على طول موجود، او ممكن اضيفها كمود في الفنتليشن ان انا احدد التايم اللي هو العيان محتاجه. اوكي، ده قلنا ان هو بيك بريشر او بي اي بي، تمام، والبلاتو بريشر خلاص عرفناه. اوكي، طيب الرايز تايم، ده الرايز تايم ده برضو باجي احدده، رايز تايم يعني اسمها بريشرايزيشن اوف ذا سيركت. انت لما قررت تنفخ الهواء في العيان، قررت تنفخ الهواء ده مره واحده ولا تنفخه بالراحه؟ على حسب، لو العيان عنده اير هانجر، يعني اللي عنده اير هانجر ايه، عايز هوا، فانا عايز ادخله هوا بسرعه عشان عنده فلو هانجر، فانا عايز ادخله الهوا بسرعه، فاقوم ادخلها له. شايفين الخط هنا almost vertical. اوكي، فانا دخلت له الهوا او عملنا pressurization للسيركت بسرعه، علشان ده في حالات مثلا ان العيان عنده work of breathing. ده هنا اخليه slower شويه، ده هنا slower على الاخر، انا بحدده according to the needs of the patient. المين ايرواي بريشر هو الايم اوف فنتيليشن بقى في الاخر، انا فارق معايا ان انا احسن، انا ولا عايز اديله بريشر ولا عايز اديله حاجه، انا عايز احسن المين ايرواي بريشر which is the area under the curve، الحته الملونه دي كلها من الانسبيريشن للاكسبيريشن، دي احسنها، دي اللي هتحسن لي الاكسجينيشن بتاع العيان. ان انا اعملها بايه؟ ان انا يا اما ازود البيب، يا اما ازود البي اي بي، يا اما ازود الانسبيراتوري تايم، كل الحاجات دي هتحسن لي الماب بتاع العيان. اوكي، اخر باترن اللي احنا هناخدها برضو لما مع دكتور اسهل هناخد الجرافيكس، اللي هي ده اسمه اكسلريتنج فلو، ده اسمه ديسلريتنج فلو، ده اسمه ساينوسويدال ويف فورم، ده شكل الفلو ويف فورم. اوكي، يعني اهم حاجه بتديني داتا كتير عن العيان هو الفلو ويف فورم، بتدي حاجات كتيره قوي، وتديني اهم واحده بص عليها لو انا عايزه احدد الانسبيراتوري تايم للعيان ده ينفر هم ولا لا. الانسبيراتوري تايم فاينلي انا بحدده ازاي؟
في نورمال انا بقى النورمال 1 ل 2 ودي كرايتيريا اللي انا احط عليها. لو طفل اقل من 10 كيلو احط من 0.4 ل 0.7، من 10 ل 40 من 0.7 ل 0.9، اكتر من 40 يبقى 0.2 ل 1.2. وهتسمعوا الكلمه دي كتير، تايم كونستنت، اللي هو تايم تيكن تو انفليت اور ديفليت ذا لونج. بكل سهوله ان هو اللونج اللي فيها مشكله في الريزيستنس فهي ات تيكس لونج تايم to be inflated، يعني لازم انفخ فتره طويله قوي علشان عقبال ما اوفركم الريزيستنس دي محتاجه اطول لها الوقت عشان تملى، ومحتاجه اطول لها الوقت عشان تفضى، علشان ما يحصلش اير ترابنج، وعلشان ما يحصلش ان التايدال فوليوم يبقى قليل في الاول. فانا لو اديته تي اي او نسباتي تايم قليل للعيان ده مش هيبقى ما وصلتلوش التايدال فوليوم، ما اديتلوش وقت علشان املى الالفيولاي. ولو اديته الاكسبيراتوري تايم قليل هيحصل انه برده ما عندوش وقت يخرجه، فهيحصل صلوا اير ترابينج. فدي البرودكت بتاع الكومبلاينس والريزيستنس. هتلاقوا الجهاز قايل لكم التايم كونستنت بتاع العيان. نورمالي اللونج فيل وذ 5 تايم كونستنت، كل 1 تايم كونستنت بيبقى حوالي 0.1، يبقى ان 1 تايم كونستنت 63% من اللونج هي اتملت، 2 87، 3 اللي هي 0.3 اوف ا سكند، يبقى 95% تكس اراوند 5 تايم كونستنت عشان املى اللونج اللي هي النورمال. يبقى انا محتاجه اتليست 0.5 اوف سكندز عشان املى اللونج. العيان اللي عنده ريزيستنس عاليه محتاجه اطول بكتير عشان ادي وقت الانسبيراتوري تايم ان هو يكسهيل. والعيان اللي عنده مشكله في الكومبلاينس، عنده ستيف لونج، عنده بيبي لونج، انا مش محتاجه وقت طويل قوي علشان املى هذه اللونج، فممكن اقل بالانسبيراتوري تايم لو ده يسمح للعيان. لان لو انا طولت له انسبيراتوري تايم 0.5 0.6 اديت له وقت كبير وخلاص هي اللونج ملت مثلا عند 0.3 لانها بقت بيبي لونج، فانا مش محتاجه الوقت الطويل ده كله. فعشان كده برجع للتايم كونستنت اشوفه ماشي مع العيان ولا لا، وارجع تاني للفلو ويف فورم عشان يقول لي شكل الانسبيراتوري تايم عامل ايه. مينت فنتيليشن هي عباره عن التايدال فوليوم في الريسبيراتوري ريت. اوكي، اف اي 2 ده اللي انا بختاره للعيان. من فضلكم لما تختاروا الاف اي 2 للعيان اختاروا اف اي 2 لو انا هبتدي 100%، بس ما تسيبوهوش كتير 100% عشان ده انجوريوس. اضمن ان عيانك مش هيدخل في كومبليكيشنز لو الاف اي 2 اقل من 60%. اعلى من 60% في مشكله، ما تحاولش انك تحل مشكله الاكسجينيشن بتاعته انك ترفع الاف اي 2. شوف المشكله فين، حسن البارامترز الثانيه اللي احنا قلنا عليها قبل ما تلجا للاف اي 2 عشان يحل لي مشكلتي انا. اوكي، يبقى دي البارامترز اللي انا بعملها لو انا عايز احسن الاكسجينيشن. اف اي 2 اعلي البيب، ازود الانسباتري تايم، ازود البوزيتيف انسباتري بريشر، ولو انا عايز احسن الفنتيليشن هعلي الريسبيراتوري ريت او هزود التايدال فوليوم بتاع العيان. دي يعني تقريبا انيشال سيتنجز اللي انا ببتدي العيان اكوردنج تو ذا ايج جروب اوف ذا بيشنت. زي مثلا تشايلد هبتدي بي اي بي من 16 ل 25، هبتدي بيب من 3 ل 7 اكوردنج، دي طبعا احنا بنحط رف ارقام يعني. ريسبيراتوري ريت من 15 ل 25، طب اعلى من كده لو كان انفنت واقل من كده لو كان ادلت. التي اي بتاعه هيبقى تقريبا 0.7 ل 0.9 زي ما قلنا، وبحط بريشر سبورت 6 ل 10، وده السايكلينج بتاع البريشر سبورت بتاع 10 ل 25% من البيك. الاف اي 2 ببتدي على 100% وابتدي اقلل بعد كده، واعمل الفلو تريجر بتاعي من 0.8 مثلا ل 2. Thank you.